السلام عليكم بيبا وياكم، إذا أول مرة تفوت قناتي أتمنى تشترك إذا عجبك المحتوى. آخر فيديو مالي نشرت لعبة حرب العالمية قديمة، قلت إذا تريدون تشوفون واحد مثله أريد 10 لايكات وانتو جبتوها. وهسا وين وصلنا؟ أنا من ناحية هذا اللعبة أحلى من الثاني، لأن يعني عنده هواية أشياء إيجابيات أكثر من السلبيات. مثل هذه اللعبة، هذا ما تحتاج تشحن اللعبة، الفلوس والذهب يجون حسب لعبك. أغلبية مرات يجيك الذهب لما يرتفع مستواك وتلعب عادي يجيك ذهب والفلوس طبعا. بس الشيء الوحيد اللي يخلي هذا اللعبة أحسن من الثاني هو العقود. أسرع حشحكم مع عدم مهمات اليومية، تقدر تشتري عقود بالفلوس وهما يعطوك الذهب، والذهب يجيك حسب صعوبة المهمة. يعني الصناديق اليومية والعقود والمهمات اليومية تقدر تجيب تقريبا من 125 ذهب الى 200-300 ذهب كل يوم. اذا انت لعبت كول اوف ديوتي حرب العالمية الثانية انت تفهم قصدي. مثل اللعبة الفيديو الماضية، هذا اللعبة بها تقريبا 50 نوع من الاسلحة. وما اعرف ليش انا يعجبني الالعاب القديمة اكثر من الجديدة، اعتقد كله بسبب انمي ات ذا جيتس وسيفينج برايفت راين. ايش قد احشق هذول الافلام. شيء ثاني حلو بهيك الالعاب، ماكو اسلحة مجنونة مثل ايه اقول ومثل هذه اللعبة، هذا تقريبا 90% من الموبايلات تقدر تحصل 60 FPS. يا اخي تموت كل الالعاب. هذا اسمه تومسون، بس لعيب الببجي اللي ببجي موبايل. ببجي موبايل ديسكو تايم. بس شوف السكور، مو هواية العالم يفهمون النكتة. واكو اسلحه بالفلوس يجي واكو اسلحه بالذهب يجي، وهذا واحد هذا واحد منهم، هذا سلاح ثاني. امين يلا ايش قدر عندك؟ الو الو ابلع شت نفسي. على فكره راح احط رابط تحميل اللعبه اذا تريد تجربها بالوصف الفيديو مال ايفون والاندرويد. الزم هذا وي وش قتلته؟ قتلته راح أموت راح أموت. والشيء ثاني، إذا تشتري سلاح بالفلوس كل أشياء مثل سكوب وغيره تقدر تشتريها بالفلوس. بس إذا تشتري سلاح بالذهب مثل هذا السلاح مثل ما كنت أقول، إذا تشتري سلاح بالذهب السكوب والبارل والستاك وهذول الأشياء لازم تشتريها بالذهب. ولك شنو هذا؟ اكو هواية ايجابيات باللعبة، بس اكثر شيء احبه باللعبة ماكو معرقين. يعني مستحيل تشوف معرق. شنو لاق؟ شنو هذا؟ كل ما يرتفع مستواك اسلحة اقوى يجيك، وكل سلاح تقريبا تقدر تقوي اكثر من مرة، لان كل ما سويت اقوى. شنو هذا؟ شنو لاق؟ تعال لا شمر تي ان تي. وهذا السلاح قبل شوية اشتريته اسمه ستين. ولك تاتي تاتي. وشي ثاني نسيت اذكره، اكو مرحلتين او ثلاثه بها الدبابات وكم شاحنه تقدر تسوقها. ما زلت ادخل هنا. مثل هذيك اللعبه قناصه مالتي قويه، بس اذا واحد عنده درع هوايه ما يموت. بطلتين طلقه لازم هيك تسوي له. هذا ما اعرف يسوق. تعالك تعال تعال ايش راح يخلصكم مني. تعالك تعال ابلع يا ول. هناك ايش ارنوت ايش قاعد تسوي هناك؟ اكل وش هذا؟ يا سهوله ايش هذول الرمانات مالها؟ ما يستفاد. و هذا الدبابة ثانية. سرع 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 اثنين سبية طلعت ضربة ثانية والدبابة مالتي راحت في الجو. اي والله نوسكوب نوسكوب. من اول تلعب اللعبة، اللعبة شوية صعبة لان سلاحك ضعيف لبين ما يرتفع مستواك. يا معود يموت لبين ما يرتفع. اي وشنو هذا؟ ما دا يموتون لك انت الدبابه يا ولد. اشربوا ايش تسوي فوقها خسرنا.
هنا وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يعجبك الفيديو. اذا عجبك لا تنسى لايك والاشتراك. اذا ما اشترك اللي حدث راح احط رابط التحميل بالوصف اذا تريدون تجرب اللعبه طبعا. واذا نلتقي مره ثانيه اعتنوا بنفسكم. مع السلامه.